والفن والصحافة ورجال الأعمال ونجوم الكورة. أستاذ محمد ماهر منسق حملة من أجل مصر، بنرحب بحضرتك وعايزك تكلمني النهاردة عن الحفلة اللي منظمها جريدة الجمهورية لحملة من أجل مصر. احنا طبعا بنشكر القائمين على جريدة الجمهورية ورؤساء التحرير والمديرين على ان هم يعني تطوعوا عملنا الحفلة دي عشان ترشيح السيد رئيس الجمهورية في حملة كلنا معاك من أجل مصر. كم عدد الطاقات التي تم تجميعها حتى الآن؟ لا لسه ما حصرناش، بس الاعداد كبيره جدا، يعني في يعني تهافت على التوقيع في كل المحافظات. انا طبعا هتكلم عن القاهره كل الاحياء. لا الاسبوع الجاي في مؤتمر للحمله وهيتم الاعلان عن كل حاجه، هيكون ان شاء الله في ريس كارتون. انت اهم شيء ان احنا النهارده بدانا ان احنا بنتفاعل مع احنا بعد ما رحنا التجمعات الكبيره وتم توقيع كميات كبيره من الاستمارات، بدانا نتفاعل مع افراد الشعب اللي هم في الشارع، ان احنا نقدر نشرح لهم البرنامج. اللي عنده اي تساؤل بنقدر نفهمه له، ما يكونش عنده المعلومه كامله نفهمها له، فبدات الناس بتتجاوب. يعني